نصائح يهديها لنا وهاي فوائد نجنيها من ما يفعل نصائح يهديها لنا وهاي فوائد نجنيها من ما يفعل قصي لقد انتهيت من واجباتي المدرسية هل تريد أن نلعب البلاي ستيشن؟ حسناً يا طيف لنذهب أنا سوف أفتح التلفاز إنه لا يعمل انظر قصي السلك مقطوع لا تقلقي يا طيف سوف أصلحه الآن لا! توقف قصي! لا تلمس سلك الكهرباء! وهاج! لا تلمس السلك أبداً وهو موصول بالكهرباء هل تعرف مدى خطورة ذلك؟ لكن نحن نريد أن نلعب الآن إن حياتكم أهم من البلاي ستيشن وأن استعجالكم هذا سيؤدي إلى كارثة فالعجلة من الندامة ولكن وهاج ماذا نفعل عندما نرى سلكاً مقطوعاً وموصولاً بالكهرباء؟ سؤال جيد قصي حينها قم بإبلاغ والديك أو أي شخص أكبر منك له معرفة بهذه الأمور فبذلك تكون قد أنقذت نفسك وعائلتك شكرا على نصيحتك وهاج إنها حقا كانت مفيدة جدا صحيح أن حياتنا أثمن من كل شيء لا شكر على واجب وهاج دائما في خدمتكم نصائح يهديها لنا وهاج فوائد نجنيها من ما يفعل نصائح يهديها لنا وهاج فوائد نجنيها من ما يفعل السلام عليكم قصي وعليكم السلام وهاج تفضل بالدخول كنت بانتظارك قصي لماذا المصابيح مفتوحة ونحن في النهار؟ نحن دائما نتركها مفتوحة ليلا ونهارا لا تقلق وهاج هيا بنا ندخل إلى الداخل قصي لا أحد يشاهد التلفاز لماذا لا تطفئه؟ ما من مشكلة وهاج سوف نشاهده لاحقا فنحن دائما نتركه مفتوحا مرحبا وهاج مرحبا طيف سوف أذهب إلى الحديقة لحل واجباتي المدرسية لأن الجو جميل جدا اليوم طيف لقد نسيت المكيف شغالا سوف أطفئه فيما بعد هيا وهاج أريدك أن ترى اللوحة الفنية التي رسمتها بالمدرسة اليوم انظروا لقد استلمنا فاتورة الكهرباء ولكن عليها مبلغ كبير جدا لا عجب في ذلك لأنكم دائما تتركون الأجهزة والمصابيح مفتوحة حتى من دون الحاجة إليها إن إهمالكم هذا سيؤدي إلى خسارة أموالكم وتذكروا أصدقائي أن التبذير حرام نحن نعتذر حقا وهاج لأننا لم نسمع كلامك من البداية نعم ومن اليوم وصاعدا سوف نغلق كل جهاز ليس لنا حاجة به أحسنتم هذا هو التصرف السليم لتوفير فاتورة الكهرباء نصائح شيء يا قصي إنه حذاء هيا طيف لنتفقد الأمر يبدو مسلياً
أنا أيضا أستطيع أن أرمي بحذائي وأعلقه هناك. ألا تعتقد بأن هذه الأسلاك قد تكون خطيرة؟ لا أعتقد ذلك، إنها مجرد أسلاك فقط. أليس هؤلاء طيف وقصي؟ ولكن ماذا قد يفعلان هناك؟ يا إلهي، ماذا يفعل قصي؟ توقف قصي، لا ترمي بالأشياء على أسلاك الكهرباء، هذا خطر. وما الخطأ في ذلك وهاج؟ إنها أخطر مما تتصور، وقد تتسبب باحتكاك الأسلاك مع بعضها، وعندها ستحصل صاعقة كهربائية أو انفجار قوي. ما هي إلا لحظات، كنت سأرتكب كارثة. وهاج، لقد أنقذت حياتنا من خطر كبير، شكرا جزيلا. لا شكر على ذلك، فهذا واجبي. أعدك بأن لا أقترب من الأسلاك مرة أخرى. أنتم أيضا أصدقائي، لا ترموا بالأشياء فوق أسلاك أعمدة الكهرباء. لضمان سلامتكم، مع تحياتي لكم صديقكم وهاج. وهاج، قصي، هل تريدون شرب الشاي؟ لأن والدتي علمتني كيف أعده. نعم طيف، ولما لا؟ هذا لطف منك طيف، لكن كوني حذرة. حسناً. بما أن الشاي يغلي الآن، سوف أذهب وأشاهد التلفاز قليلا مع قصي ووهاج. هل تشمون ريحة دخان؟ نعم وهاج، لكن من أين تأتي؟ يا إلهي، إنه الشاي. لا ترش الماء يا طيف، هذا خطر، لأن سلك موصول بالكهرباء. إن إهمالي هذا كان سيؤدي إلى حرق البيت كاملاً. في المرة القادمة تأكدي من دخول مفتاح الكهرباء بأنه موصول بشكل جيد. نعم، أعدك وهاج، وبما أن إبريق الشاي أصبح ساخناً الآن، سوف أسكب لكم الشاي. وهاج، هل المشي مفيد للجسم؟ كنت أشاهد التلفاز وسمعت بأنهم يقولون أن المشي مفيد جدا للصحة. وهو كذلك، أن المشي يبقي أجسامنا دائما صحية، وبما أننا نمشي منذ فترة، دعنا نتوقف قليلا لنشرب شيئا. سوف أشتري لنا بعض العصائر، انتظروني هنا، سأعود الآن. هل سمعتي ذلك طيف؟ إنهم يلعبون كرة القدم، هيا لنشاهدهم قليلا. ولكن كيف سنشاهد ذلك؟ سوف نصعد هناك. تعالي طيف. توقفي طيف، لا تصعدي على صندوق الكهرباء. وأنت يا قصي،
انزل من هناك حالا. صندوق الكهرباء؟ فلا تعرفون بأن هذا الصندوق يحتوي على أسلاك الكهرباء وأنه خطر؟ ومن أين لنا أن نعرف وهاج؟ أنتم لا تعرفون لأنكم لم تنتبهوا لما هو مكتوب على الصندوق. نعم وهاج، نحن لم ننتبه لهذا بسبب تهورنا السريع. من المهم جدا أن تقرأوا التحذيرات قبل أي تصرف، وأن تحفظوا علامات التحذير والسلامة. من اليوم وصاعدا سوف نقرأها. أحسنتم أصدقائي. ياه، لقد نسينا العصائر، هيا لنشربها. حسناً طيف، أنا سأكون حارس المرمى. يا لها من تسديدة! أنا أحسبها هدفاً! حسناً قصي، لنذهب ونجرب الكرة! انظر قصي، إنه حبل! يبدو جيداً، هيا لنلعب لعبة شد الحبل! حسناً قصي، ولكن لن تهزمني! إنهما طيف وقصي يلعبان شد الحبل. يا إلهي، المساكين طيف وقصي لا يعرفان ماذا في يدهما. قصي، طيف، ارمي السلك حالا. وهاج، إنه مجرد حبل، لماذا لا تريدون أن نلعب به؟ إنه ليس حبلا عاديا، إنه سلك كهرباء. وكيف عرفت ذلك وهاج؟ انظروا إلى السلك، من أين يأتي وإلى أين يذهب؟ إن هذه البناية تحت الإنشاء وتحتاج إلى الكهرباء أحياناً، فقاموا بتوصيل السلك وأخذ الكهرباء من هذا المبنى. يا إلهي، كنا نلعب ونشد بسلك الكهرباء، الحمد لله أوقفتنا وهاج. وهاج، لقد أنقذت حياتنا، شكراً جزيلاً. على الرحب والسعة أعزائي المشاهدين وأصحاب المباني قيد الإنشاء، لا تتركوا الأسلاك الكهربائية مرمية على الأرض لسلامة أبنائكم. مع تحياتي لكم، صديقكم وهاج. من الممتع أن نحل واجباتنا المدرسية معاً. إلى أين تذهبين طيف؟ وما الذي في يدك؟ هذه ملابس، سوف أذهب وأغسلها بالغسالة. هل تستطيعين أن تجلبي لنا بعض الماء؟ بالتأكيد. وهاج، أظن بأن طيف نسيت أن تجلب لنا الماء. ما من مشكلة، فهي مشغولة بغسل الملابس، لنذهب ونشرب الماء بأنفسنا. لحظة، من فضلك يا طيف، إن طريقتك هذه لغسل الملابس غير صحيحة. وكيف ذلك وهاج؟ إنك بهذه الطريقة تستهلكين الكثير من الكهرباء، وفي نفس الوقت ترهقين نفسك أكثر. إن الغسالة تستهلك قدرا من الطاقة الكهربائية، ويمكن تقليل الاستهلاك عن طريق تشغيل الغسالة بحمولتها الكاملة من الملابس، هكذا نكون قد وفرنا الكثير من الطاقة.
نعم وهاج، إن كلامك صحيح، أنا لم أفكر في ذلك. لهذا السبب منذ أن عرفت طيف تنظيف الملابس أصبحت تأتينا الفاتورة بمبلغ كبير. نصائح يهديها لنا وهاج، فوائد نجنيها من ما يفعل. نصائح يهديها لنا وهاج، فوائد نجنيها من ما يفعل. يا ترى إلى ماذا ينظران قصي ووهاج؟ هاي أنتما، إلى ماذا تنظران؟ نحن نراقب عداد الكهرباء لأنه يدور بسرعة. أظننا أطفأنا كل الأجهزة الكهربائية. وماذا عن تلك المصابيح؟ وهاج، وهل المصباح يؤثر بحمولة الكهرباء؟ نعم قصي، يؤثر كثيرا. أنا متأكد بأن هناك مصابيح أخرى مفتوحة بالداخل، هيا لنطفئها. انظروا مصباح آخر مفتوح، ومصابيح غرفة الجلوس مفتوحة أيضا. إن ضوء الشمس هو أفضل مصباح في النهار، فلا حاجة بأن تتركوا المصابيح مفتوحة. إن المصابيح العادية تستهلك الكثير من الطاقة، لذا يجب أن تستخدموا مصباح الفلوريسنت الموفر للطاقة، لأنه سوف يقلل لكم من فاتورة الكهرباء. لم أكن أعلم بأن المصابيح تستهلك الكثير من الكهرباء. وأنا أيضا لم أكن أعرف ذلك، وسوف أخبر والدي بأن يبدل المصابيح بالفلوست. إن اسمها فلوريسنت وليس فلوست، بل اسمها فلوست. نصائح يهديها لنا وهاج، فوائد نجنيها من ما يفعل. نصائح يهديها لنا وهاج، فوائد نجنيها من ما يفعل. قصي دعني أجرب قليلا. حسنا طيف، امسكي بالخيط. انتبهي طيف، الرياح أصبحت قوية. اترك الخيط طيف، أصبح خطرا. إن الخيط أصبح موصولا بخط الكهرباء. وكيف نسحب الطيارة؟ نحن لا نستطيع ذلك، يجب أن نرى الشخص المناسب أو نتصل بالطوارئ الخاصة بالكهرباء. لا تقلقوا، سوف أسقطها بهذه. أنت تمزح قصي، أليس كذلك؟ كلا، أنا لا أمزح وهاج. سوف أكسر هذا المصباح برمية واحدة حتى أثبت لطيف وهاج كم أنا بارع. ماذا فعلت قصي؟ أرأيتم كم أنا ماهر بالرماية؟ لقد كسرت المصباح، وهذه ليست مهارة. من العيب جدا أن نكسر المصابيح، وهذا سلوك غير حضاري. وهل ترغب بأن يكسر أحدهم مصباح بيتك؟ كلا وهاج، لن أسمح بذلك. إن منظرها أصبح سيئا، ولن يكون هناك ضوء عند منزلنا. لقد أخطأت، ولن أكررها مرة ثانية، أعدكم. نعم قصي، من الجيد أن نعترف بأخطائنا. يجب علينا جميعا أن نحافظ على ممتلكات بلدنا، لأنها أمانة في أيدينا. نصائح يهديها لنا وهاج، فوائد نجنيها من ما
الجو حار جدا، أشعر بأنني أذوب مثل الثلج، مع أن المكيف شغال لكن بدون فائدة. سوف أتصل بوهاج، قد يساعدنا. السلام عليكم وهاج. عليكم السلام قصي، ماذا حدث لصوتك؟ نحن نشعر بحر شديد مع أن المكيف شغال. هل باب الغرفة مفتوح؟ نعم إنه مفتوح. حسناً أغلقه. تأكد إذا كان هناك شباك مفتوح أغلقه أيضاً، وبعدها أسدل الستارة كي لا تدخل الحرارة. نعم هناك شباك مفتوح، أنا سوف أغلقه. والآن قم بتثبيت درجة برودة المكيف على 23، هذا يساعدك أيضا في توفير الكهرباء. حسنا وهاج، لقد ثبته على 23. هذا كل شيء قصي، فقد انتظر دقائق وسوف تبرد الغرفة. حسنا وشكرا لك وهاج على هذه التعليمات.